نطبخ يعني اول يوم واحد يشتهي كل شيء، اي مثل الدولمه مثل المشويات، النفس تريد برمضان كل شيء واحد يشتهي. نحن الحمد لله نريد الفقير ياكل والله ويشبع برمضان. اي والله اهم شيء الفقير والله. اول اكله هي الشوربه طبعا، شوربه العدس. ثاني اكله مثل كبه رز، قيسي نسوي، تمان، برياني، هاي الشغلات هي اللي يعني المفضله. البهارات هي للبرياني للكبه يعني هي لازم مفضله. 7 بهارات هي طبعا المطلوبه، 7 بهارات. الفلفل اكثر شيء فلفل اسود، كاري المطلوب هذا. والله اكثر الناس حاليا تتوجه على البهارات يعني، وعلى الجوز واللوسكا يعني مقبل رمضان، وعندك الكليتش وما كليتش والامور هذه. انت عندك الكاستر، عندك النشا، عندك الحليب. طبعا الصحة عليه أفضل طبعا بعد الفطور مثل ما يقولون، لأن العالم مقبلين على رمضان.